عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم راح نشرح درس العروض، لكن قبل ما ندخل في العروض، طبعا أنتم عارفين إنه العروض العديد من الطلبة يصلون إلى الثانوية العامة دون معرفة أي شيء في العروض، لذلك نريد أن نأخذ أسس التقطيع العروضي، يعني العروض من الصفر. راح نبدأ معكم ببطء شديد ومن الصفر لكي نصل إلى التقطيع العروضي الصحيح وكيفية معرفة البحر والتفعيلة. بداية نعود إلى الصف العاشر، هذه الأشياء موجودة في الصف العاشر غير موجودة في منهاج الثانوية العامة. أولا، كل ما ينطق يكتب، كل ما ينطق يكتب، يعني كل شيء أنا بأنطقه بدي أكتبه، كل ما ينطق يكتب. واحد، التنوين، التنوين في كل حالاته، لو قلت تنوين ضم راح تكتب نون، تنوين فتح نون وكسر وهكذا، لو قلت محمد راح تكتب التنوين، تنوين الضم سيكتب نون، نون ساكنة. زيد نفس الشيء ستكتب نون، أبواب ستكتب أيضا نون، إذا تنوين الضم أو الفتح أو الكسر سيكتب اللي هو نون. الحرف المشدد يفك تشديده، تمام؟ يعني مثلا كلمة حل، حصير معي حل، لا بدي أفك الشدة. ثالثا، ألف أسماء الإشارة المحذوفة تكتب، بنعيد بنكتبها، مثل هذا، هذا في الكتابة الإملائية ما فيها اللي هي الألف، ولكن هنا انظر هذا ألف، لكن، لكن بدي أرجع أكتبها ثاني. إذا أشبعت حركة هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب تكتب حرفا يجانس الحركة، مثل له، إذا كانت ضمة ستكتب واو، له عليها ضمة ستكتب واو، له به كسرة هتكتب ياء به، تمام. ميم الجمع المتحركة، ميم الجمع المتحركة تشبع، همو، همو نكتبها همو بالواو، همو. ألف اسم الجلالة تكتب الله، الله. إذن هذا كل ما ينطق يكتب، ما لا ينطق لا يكتب بل يحذف، ما لا ينطق لا يكتب بل يحذف. أحرف المد الثلاثة، الألف والواو والياء، إذا تليت بساكن مثل كلمة أو مثل كلمتي في القرية، في هنا حرف الياء ساكن والقرية ساكن، في القرية على الباب، الألف ساكنة على الباب، ساكن وساكن تحذف الألف على الباب. يدعو المعلم، الواو مع الألف القمرية، يدعو المعلم بتروح الواو، يدعو المعلم، طبعا هنا نفك الشدة. اثنين، ثانيا، الألف الفارقة بعد واو الجماعة مثل درسوا، هاي الألف تحذف، درسوا. واو عمرو وأولو وأولاد وأولئك، هاي الواو عمرو، هاي الواو تحذف، أولو هاي الواو، أولو على طول، أولو، أولاد هاي الواو، وأولئك هاي الواو أيضا تحذف. همزة الوصل إذا جاءت في درج الكلام مثل درس العلوم، درس العلوم، هاي همزة الوصل، الألف اللي بتكون أمام اللام، درس العلوم. في القرية، في القرية، في القرية، هاي الألف وهاي الياء أيضا حذفت هنا. طبعا هنا في عندي نقطتين، النقطة الأولى اللي أحرف المادة الثلاثة جاءت عندي الياء، وجاء عندي اللي هو همزة وصل اللي هي بتاعت كلمة القرية، فحذفنا الياء وحذفنا همزة الوصل فصارت عندي في القرية. راح أنتقل إلى البحر الوافر. جاناكم طلبتنا الأعزاء، اللي حابب أفهمكم إياه أو يعني أوصل لكم إياه، إنه العروض يعتمد بالدرجة الأولى على الطالب، يعني العروض مادة فهم، فإذا وعى الطالب وفهم
وحفظ بعض الأشياء ينبغي عليه التطبيق. كلما طبق الطالب أكثر وعي العروضة أكثر فأكثر. التطبيق العملي هو أهم. علشان هيك بدي كل واحد طلع دفتر وطلع دفتر، يمسك قلمه وكتابه قدامه، على أساس إنه أنا مش هقدر أكتب كل شيء على السبورة. راح نقطع مع بعض اللي هو أمثلة الكتاب وفي رحاب الوافر، ولكن في الهواء، يعني أنا هتكلم أنت تكتب، على أساس أساعدك إنه أنت تعتمد على نفسك. في البداية لازم أحفظ مفتاح العروض، مفتاح البحر العروض اللي هو الوافر. المفتاح بيقول لي: بحور الشعر وافرها جميل. لو أنا لحنته بيكون: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. ركزوا معي، مفاعلة هاي التفعيل صورة، مفاعلة هاي التفعيل أصل، فعول أصل. مش راح أخوض كتير في التفعيلات لأنها موجودة في الكتاب. مفاعلة أصل، فعول برضو أصل، فعول إلها صور منها فعول وفعول وفعو. تمام، مفاعلة هي صورة واحدة لمفاعلة لأنها تأتي في الحشو، تأتي في الحشو. أول نقطة، كيف نقطع العروض؟ كيف نقطع الكلمات؟ الكلام هو عبارة عن مقاطع صوتية. أنت شو اسمك؟ اسمك محمد. قطع اسمك. مو مقطع، حم مقطع، مد مو حم مد، با شرطة شرطة. فلو قلنا رامز رامز، شرطة شرطة، وهكذا. يعني أنا راح أبدأ بتقطيع الأسماء، أسماء أهلي، أسماء إخواني، اسمي، أسماء أصحابي، أبدأ أقطع. لو شفنا مع بعض أي اسم، يعني عبد الله، عبد الله، عبد دول لا هي، لو أنا أشبعت الهاء عبد الله. تمام، طيب لو أنا، طبعا هنا إذا كانت في نهاية اللي هو الصدر أو نهاية العجز. لو أنا بدي أقول محمد، مو حم مد، محمود مح مو إد، أنا سكنت. لو قلت أنا محمود بدي أصير محمو دون. تمام، طيب الآن بعد ما تعرفنا على مفتاح البحر، ولو بدنا اللحن، طبعا في الكتاب بيقول لي انه على لحن اسكابا يا دموع العين اسكابا يا. بحور الشعر وافرها جميل، اسكابا يا دموع العين اسكابا، بحور الشعر وافرها جميل. تمام، طيب بدي أبدأ أقطع في الأبيات غير المقطعة. عندي طبعا أول 3 أبيات في الكتاب مقطعة، على الطالب إنه يتدرب عليهم، يتدرب عليهم. افتح معي الكتاب على التدريب الأول. يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا، يدكون المعاقل والحصون. بلاحظ إنها ماشي مع نفس المفتاح. تمام، يذكرني، قطع معي، امسك قلمك أشوف. يو ذك كي رو ني تو لو عش شم سي صخ رن و أذ كو رو هو لي كل لي غو
رو بي شم سي. تطلع عندي مفاعلة مفاعلت فعول. هذا الصدر العجوز، مفاعلة مفاعلة فعول، البحر الوافر. إذا شهدوا اللغة إي ذا ش هي دل، الدال مع اللام. و غ ك نو كو ما تن. يا دك كو نل ما عاقي لا وال حو صو نا. تفعيل الأولى في الصدر مفاعلة، تفعيل الثانية مفاعلت، بعدين فعول العجز مفاعلت، بعدين مفاعلة، بعدين فعول. وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وإن جن المساء، أعيدها تاني. وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. مفاعلت مفاعلة فعول، الصدر العجز مفاعلت مفاعلت فعول. تمام. اللي بعده، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر رو لا هل جا با بي رو سا جي دي نا. مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. هروح على في رحاب الوافر على السريع، وانت لازم تختبر نفسك. هذه الأبيات كلها من البحر الوافر، لازم أنت تقطع وتختبر نفسك. سلوا قلبي غداة السلاوة تابا لعل على الجمال له عتابا. سلوا قلبي غداة لا و ت ب ل عل ل ع ل ل ج م ل ل ه ع ي ت ب. مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب. ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال مالو له
هو ص و ب مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب. وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب. مفاعلة مفاعلت فعول مفاعلت مفاعلت فعول. ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي إذا ثكل الشباب. ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب. مفاعلت مفاعلة فعول صدر مفاعلت مفاعلة فعول العجوز. ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب. وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب. مفاعلة مفاعلت فعول مفاعلت مفاعلة فعول. بهيك بنكون قطعنا كل الأبيات اللي في البيت ما عدا بيت اللي هو ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا. ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا. نترك لكم تكتبوا التفعيلات وتختبروا أنفسكم. بهيك بنكون قطعنا في رحاب الوافر والتدريب الأول. أرجو من الله أن أكون قد وفقت في إيصال البحر الوافر لكم وتيسير مادة العروض. أرجو في إن شاء الله في الدروس العروض القادمة أن تكتبوا لي تعليقاتكم إذا في نقطة معينة على أساس أتدارك من التعليقات. ولما أصور البحر التالي أقوم بإيضاح ما يعني ما تريدون أو ما ترغبون. بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.